جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أن هناك صلاة تسمى صلاة الصراط، وهي عبارة عن 10 ركعات تصلى مثنى، يقرأ في كل ركعة آية الكرسي و3 مرات سورة الإخلاص، ثم يقول بعدها دعاء ويدعو به. هل هذه الصلاة لها ثبوت في السنة أم أنها مبتدعة؟ جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة لا أصل لها وهي مبتدعة، وليس هناك صلاة بهذه الصفة تسمى بصلاة الصراط. الصراط ليس له صلاة، وإنما المشروع أن يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. وقد شرع الله لنا قراءة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو المشروع، الدعاء بأن يهدينا الله الصراط المستقيم في الصلاة في قراءة الفاتحة وفي خارج الصلاة. أما أن يخصص لذلك صلاة كما ذكرت السائلة تسمى صلاة الصراط، هذه بدعة ولا أصل لها ولا يجوز فعلها.